انا هبدا مع حضرتك الحقيقه، لانه يعني انت قضيت فتره قد ايه الاول؟ قول لنا في قناه الشرق، كنت في قناه الشرق مش قناة كده؟ الشرق يعني قعدت سنة في الشرق وسنة حوالي في مكملين. سنه هنا وسنه هنا. نعم. قول لي البدايه كانت ازاي؟ يعني ايه اللي خلاك تقرر ان انت تروح هناك وانت مش منتمي للاخوان يعني؟ لا، كانت البداية كان تحرك اكتر، انه من بعض يعني جات الاتصالات من تركيا انه ربما هناك تهديد وانت موجود في مصر، وانه هيبقى فيه عليك ضغوط، فانت الاكثر عقلانيا يعني انك تسافر من مصر، وخدت القرار وسافرت. مين اللي قال لك الكلام ده؟ كان الحديث مع قناة الاول، قناة مكملين. لا انا بتكلم عن اشخاص. تحدثت مع الجميع، محمد ناصر، مع احمد الشناف، مع الجميع. هم دول اللي كلموك وقال لك تعالى خليك معانا هنا؟ يعني يعني كان الحديث مع الجميع، مش شخص معين هو اللي قال لي تعالى يعني. كويس. قبل ما اعرف بس مشاهداتك، بس انا في سؤال مهم لازم اساله لك. نعم. يعني ما خفتش انك تروح وسطيهم؟ ما خفتش من اكتر من شيء، انك انت اذا كنت غير منتمي للاخوان فبالتاكيد يعني ممكن يحصل تكتل ضدك في وقت من الاوقات؟ صحيح. اذا حصل اي اختلاف ما خفتش صحيح. من ده؟ ما خفتش من انه العوده تكون بلا رجعه؟ يعني اللي بيروح وبيرمي نفسه في احضان هذه الجماعه الارهابيه الحقيقه، يعني من الممكن ان يصل لمرحله ان يبقى صعب العوده للوطن بعد ما يرتكب هناك على الشاشات من جرائم. انا ما كنتش رايح لجماعه الاخوان، انت رايح بتتعاقد مع يعني، والاكثر اللي اتصل بيا تواصل معايا محمد ناصر. محمد ناصر مش من منتمي لجماعه الاخوان. ايوه، لكن ما كنتش بتشوف بيطلع بيقول ايه على التلفزيون؟ صحيح صحيح، كان بيطلع ينتقد وبشده، ويمكن بشكل اكثر يشتم متطرف. ويحرض. صحيح. مش يعني متطرف. مش ينتقد، صحيح صحيح. ويحرض على وهناك القتل. هناك بعض السقطات لمحمد ناصر تطرف فيها ضد الشرطه وضد، رايت ذلك يعني. ولكن في ذلك التوقيت ما كانتش الصوره واضحه زي ما بكلمك دلوقتي. كانت الصوره اكثر ضبابيه بالنسبه لي انا، بالنسبه لرامي يعني. لذلك سافرت وبدات مع قناه مكملين، بدأت برنامج معاهم، وبعدين انتقلت إلى قناة الشرق، عملت برنامج آخر. كويس. رحت بقى قناة الشرق وعملت برنامج، كان كام يوم في الأسبوع؟ كنت يوم واحد في الأسبوع، برنامج كويس. غربة، يتحدث عن المصريين في الخارج، ويتحدث أكثر عن الشأن القبطي، وعن المصريين في الخارج بشكل عام، مشاكلهم، قضاياهم، وكنا أكثر شغلنا لايف يعني مثلا حد عنده مشكله طلع قالها على السوشيال ميديا، بنجيب المشكله وبنتحدث عنها. الحقيقه انا شايف انه ربما هناك جانب مضيء من ذلك، ان احنا حلينا بعض القضايا للمصريين في الخارج عبر يعني ان احنا نقلنا الحقيقه. مثلا مصري تتعرض للضرب في السعوديه مثلا يعني، او في يعني حضرتك، لا معلش عشان دي جزئيه انا ما اقدرش اعديها حياتك طبعا. يعني وهعرف انت سبتهم ليه بقى وجيت، طالما انت شايف انه كان فيه جزء ايجابي طبعًا. يعني انت شايف الى الان لغايه النهارده لا توجد في الحياه كلها دائما شيء سلبي يعني بالكامل يعني. لكن مش مهم اعمله ازاي ومن خلال مين والهدف ايه؟ انا بقول وانا قلت لك لو كان هناك جزء ايجابي، انا كان كلامي واضح يعني، لو كان هناك جزء ايجابي. لا، كان انت شايف النهارده انه كان في جزء ايجابي؟ نعم، ولا نعم. لا، لانه كان هناك في مشاكل لبعض المصريين لما نقلناها على قناة لما نقلتها في برنامج غربة، بدأ التحرك يعني، حصل تحرك، فده شيء يعني شيء إيجابي، مش ما أقدرش أقول عليه إنه شيء سلبي يعني. مفيش في الحياة فكرة الصورة الغامقة بالكامل، دي مش موجودة، دائما هتلاقي هناك شيء إيجابي.